الحلو بتاعنا ايه بقى النهارده؟ النهارده الحلو بتاعنا اسمه باف باستري. باف باستري بنجيبه من السوبر ماركت، هو بيبقى باكيتا. هو اسمه كده تمام، اسمه رقائق باف باستري. تمام زي سموسه كده اهو. لما بيجي يتعمل بيبقى هش زي البسكوت. تمام. هو كده بالشكل ده. تمام. طب نقول مقاديره ولا هو يعني بس هو مجرد؟ هو المقدار الباكت بنجيبه تمام ونعمل الكميه اللي احنا عايزينها. تمام. الباكت بيجي فيها كم واحده من الرقائق دي؟ بيجي 10. بس في احجام كبيره اللي هي بتبقى عجينه على بعض كده. تمام. فانا هقول لكم فيه علشان لو رحتوا واتصدمتوا لقيتوها مش كده. لانها لقيتوها عريضه وده اللي موجود، جيبوها وهاتوها وخرجوها وافردوها واعملوا اللي انا هعمله. تمام. تمام. طب ننزل بالسمك ولا نكمل الحلو بتاعنا؟ لسه هتاخد بس تسويه شويه عشان انا حاسه ان انا قلقانه عليها. بصي احنا هنقطعه، احنا دلوقتي شغالين يا جماعه في الحلو بتاعنا الباف باستري. هنقطعه زي ما احنا عايزين نقطعه، مربع نقطعه مدور زي ما احنا عايزين. دي لا احنا معاكي، وزي ما قلنا بقى قطعه ايه باي حاجه عندكم. على فكره وما عندناش قطعات عادي بالسكينه نفردها شويه، لازم تتفرد. لو حسيتوا ان انتوا خرجتوها ونسيتوها ولزقت معاكم نعمل ايه؟ تدخلوها تاني الفريزر وتطلعوها تكون متماسكه وتبتدوا تفردوا. تمام. خلاص احنا عملنا، نجرب كذا واحده معانا واحنا اوريدي جاهزين معانا. هنجيب اي حاجه دوريه، ما عندناش يعني دي بتاعت البيتي فور. تمام. ما عندناش غطاء ازازه. غطاء ازازه لسه هقولها. اي غطاء كده. وبعد كده ندهن سمنه. احنا المقادير بتاعتنا سمنه نباتي. تمام. الحلويات الصيامي بتبقى حلوه بالسمن النباتي. السمن النباتي. تمام. هنقفلها. يبقى احنا خرمنا واحده بس. وهنحط اي نوع مربى. ده مربى. اوكي. حلوه قوي. الصينيه بتاعتنا مسحه كده مش بنغرقها علشان ما بنغرق للاسف. احنا عندنا بتبقى وفره كده في حاجات. مسحه بسيطه. وتبرع في حاجات، انا عاجبني مصطلح تبرع ده. العجينه دي بتتلم تاني ونبدا نعجنها تاني. مفيش اي اهدار للعجينه يا جماعه. نعمل واحده تانية. اخر حاجه نعمل واحده نعمل بقى الدوريه المربعه على حسب الشكل بقى اللي احنا عايزينه. على فكره مش مهم يكون عندك اشكال، بسكينه اقطعي كده باي حاجه عندك. حاجه الستات بتاعتنا شاطره ما تغلبيش. احنا بس كده صح؟ بس طبعا هنعمل كام واحده واحنا مجهزين اوريدي، بس احنا بنكون مسخنين الفرن. بتقعد وقت قد ايه في الفرن؟ الفرن على درجه 200 بتاخد من ربع ساعه لتلت ساعه. في ما بتقعدش كتير. لو احنا عندنا البوتاجاز لوحده فوق وتحت هنشغل تحت، وبعد كده دقيقتين فقط فوق. تمام. عشان تاخد تحميره كده بس. لو اخدتي اكتر من دقيقتين هتتحرق مننا. تمام. ناخد بالنا من حكايه الشوايه عندنا اهي برضو. تمام. هنعمل لها واحده حرم في عشان المرب. نحط المربى والمربى بقى اللي احنا عاوزينها صح كده. اي نوع مربى؟ ولازم مربى ولا ممكن نحط مثلا حاجه شوكولاته مثلا صيامي؟ ممكن صح. ابدعوا باي حاجه عندكم وظبطوا. كمان ممكن نجيب تفاح حطه على النار مع معلقه زبده. بعد كده ميه بنشا حطوا عليها يعمل كراميل كده. ممكن نعمل حلو قوي ده. اي حاجه عندنا صرفوا نفسيكم. ده الحلو بتاعنا يا جماعه، سهل قوي قوي. بعد كده اخر خطوه الوش بتاعها بيدهن كده عشان يدينا اللون الذهبي كده ولون ذهبي. احنا بنعمل كده كذا حاجه ومعانا جاهز طبعا. بس كده خلص الحلو بتاعنا. احنا عاملين قبل كده، احنا بس بنقول ان هو بيتعمل ازاي. طيب ندخل الفرن. احنا مسخنين الفرن على درجه حراره 200 وبنسيبها من يعني ربع ساعه لثلث ساعه على حسب طبعا زي ما قلت دايما انت عارفه الفرن بتاعك السوى بتاعه ايه.